صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من سار على نهجكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه الآية المباركة تريد أن تظهر قدرة الله عز وجل اللامتناهية، هذه القدرة التي ليس لها حدود، حينما يبين الخالق جل وعلا أن كائنا ضعيفا يمكن أن يكون سبب لانهيار أكبر ديكتاتورية في ذلك الزمان على وجه الأرض، وهي ديكتاتورية فرعون، بحيث هذا موسى الطفل الصغير اللي لا حول له ولا قوة، اللي تتقاذف الأمواج في نهر النيل، هذا سيكون سبب في انهيار إمبراطورية فرعون. والحقيقة الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، ومهما كانت هذه الأسباب أحيانا ربما نحتقرها نستصغرها، لكن هاي الأسباب تكون مؤثرة في عملية التغيير. لا يستهين الإنسان في حياته، خصوصا من يتصدى للإصلاح، لا يستهين بأضعف الأسباب. ترى أحيانا سبب مو بالعين، يعني من كان يتصور أن موسى سلام الله عليه، هذا الطفل اللي موضوع بسلة مثلا في صندوق تتقاذف الأمواج، من كان يتصور أن هذا ستكون نهاية فرعون مثلا على يديه؟ لن استهين بالأسباب البسيطة، بالأسباب ولا تحتقر، يقول الشاعر: ولا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. العقرب ربما يقتل الحية وهي أكبر وأضخم وأخطر وأشرس منه بكثير. فالقرآن الكريم يريد يوقفنا على هذه الحقيقة. طبعا سواء كانت أسباب أو كانوا أشخاص، أحيانا نستهين بأشخاص ويعني لا نعيرهم أهمية، ولكن ربما يكون لهم دور مهم في عملية الإصلاح. هسه الإصلاح في المجتمع، المجتمع الكبير، المجتمع الصغير، دائما لا يستهين الإنسان بأي فكرة. رجل بالبيت، رب الأسرة، لا يستهين بكلمة تخرج من زوجته مثلا، من أطفاله، من أولاده، ربما هذه الكلمة يكون لها شأن في عملية الإصلاح وفي عمل. دائما لا نستهين، يعني لا نخلي عناوين معينة ما يأتينا من هذه العناوين هذا نعم
موضع اهتمامنا، وهذا له تأثير ونعتقد به اعتقادا مناسبا. أما ما يأتينا من غيره لا، ما إلى قيمة هذا. لا، هاي المقاييس مقاييس خاطئة. ربما الله سبحانه وتعالى أحيانا يخفي مصالحه ومصالح أو مصالح العباد في ضعاف خلقه وفي ضعاف مخلوقاته الأخرى، سواء كان في جانب الإصلاح وأحيانا حتى في جانب الانحراف. نستجير بالله، ربما أشياء بعض الأحيان خصوصا بالمجال التربوي، بالمجال التربوي نحتاج هذا المعنى كثيرا. أحيانا لا يلتفت الأم والأب إلى أمور قد تكون بسيطة، ينظروا لها نظرة تافهة، نظرة دونية، أن مثلا ليس لها تأثير، وإذا بالمستقبل ربما تكون هذه الأشياء البسيطة هي سبب لانحراف الأولاد بالمستقبل. نستجير بالله، علينا أن نلتفت لنستصغر الأمور. يعني مثلا أضرب لك مثال، مثلا شباب مراهقين، أولادنا بناتنا، كل واحد عنده حساب على انستغرام مثلا. طيب هذا الحساب على انستغرام اللي هو صاير هذا في الواقع، ما أدري شو أعبر عنه، يعني على كل حال وكر للمراهقين ولل، مو مشكلة، عنده حساب على انستغرام، عنده حساب على انستغرام، لكن لابد أن أعرف هذا الحساب شو ينحط به. تنحط به صور غير لائقة. هذا ابني اللي عمره 14-15 سنة، أو هاي بنتي اللي عمرها 14-15 سنة، شنو اللي تحط الصور اللي تحطها، الناس اللي تتراسل وياهم. احنا صحيح أنا من المعارضين ومن المخالفين لمسألة مراقبة الأولاد، مراقبة بحيث يشعرون بها، هذا يحطم معنوياتهم، يحطم ثقتهم بأنفسهم، بس هذا مو معناه أتركه وأطلق له العنان. لا، على الأقل أراقبه من طرف خفي، أراقبه من حيث لا يشعر، أو حتى لو شفت شيء غير لائق بطريقة ما تخلق عنده حالة من الرعب والخوف، بحيث بعد مرة ثانية ما راح يطمئن لي ويجي مثلا أكون مورد اطمئنان إلا، لا راح يخاف من عندي. فالغرض هاي الأمور لابد أن نلتفت لها أو لنستهين بها. ترى بدايات الانحراف، بدايات المشاكل ما تبدأ ترى كبيرة، تبدأ صغيرة ثم تكبر تدريجيا، مثل الزاوية الحادة، تبدأ نقطة ثم تتوسع تدريجيا إلى أن تكبر. فلا بد أن نلتفت من البداية. يعني البنت اللي تطلع هنا أو الشاب اللي يطلع، أو لا الأم ولا الأب يراقبوه وين طلع وين راح. يجوز يروح إلى مكان آخر، يجوز تروح إلى مثلا المجلس الآخر اللي بيه شوية حرية أوسع، وتلقي حجابها هناك وكذا. خلي أتابع، لا يصير تسيب، لا يصير إهمال، لأن هذه الأمور حتى لو كانت صغيرة ترى تكبر شوي شوي، تكبر إلى أن يقع المحذور. فلا بد أن لا يستهين الآباء والأمهات في المجال التربوي، لا يستهينون حتى بالمؤشرات الخفيفة فضلا عن الكبيرة. طيب القرآن الكريم يريد يثير نظرنا ويلفت نظرنا إلى هذه المسألة، يريد يقول لا تستهينون بالأشياء الصغيرة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هم أخذوه على أساس ماذا؟ على أساس أن يكون قرة عين لهم كما سيمر علينا. لكن إرادة الله عز وجل شاءت أن يكون ماذا؟ أو أرادت أن يكون ماذا؟ أن يكون لهم عدو، وأن يكون حزن كما سيمر علينا أيضا إن شاء الله. طيب أولا دعونا نقف عند هذا الاستعمال القرآني، فالتقطه. أنا أوعدتكم في قضية سير الأنبياء وتجارب الأنبياء والرسل لما نتناولها قليلا ما أعتمد على الروايات، لأنه الروايات خصوصا في مجال قصص الأنبياء دس فيها الكثير مما لم يقله لا النبي صلى الله عليه وآله ولا أهل البيت ونسب إليهم، فيه من الخرافة الشيء الكثير. أنا لما أقول ما أعتمد على الروايات في الغالب مو استهانة بحديث أهل، استغفر الله من ذلك، لا، أقول هذا الحديث
أنا أشك في نسبته لأهل البيت سلام الله عليهم، نسب إليهم، لأنه أحاديث بها خرافات كثيرة وبها كلام أساطير ما يمكن أن تقبل، يعني لا يقبلها عقل. ولذلك نحاول أن نستنطق نفس النص القرآني لنستفد منه، وإذا مثلا هناك ضرورة نلجأ إلى بعض الروايات اللي أعتقد أنها إن شاء الله تكون سليمة مثلا من حيث المعنى أو من حيث السند. فالقرآن الكريم يعبر بكلمة فالتقطه، الالتقاط غير الأخذ، الالتقاط ما يأخذه الإنسان صدفة، يعني هو غير قاصد له. مثلا احنا مو نقولون لقطة اللي شيء اللي يلقيه الإنسان، شيء الضايع يمتمشي انت ولقيت مثلا مبلغ من المال، شو يسمون هذا بالعربية باللغة العربية؟ ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه اللقطة. اللقطة يعني انت التقطت هذا الشيء، بمعنى انك انت مو قاصده، يعني ما جاي عليه، ما متعمد ان تأخذ هذا الشيء وتلتقي بهذا الشيء، هذا يسموه لقطة. التقطه ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني يجون قافلة تيجي على قضية يوسف عليه السلام لما قالوا أخوته، قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني تيجي قافلة على رسلها يشوفون طفل يطلعوا ياخذوا يصادفوا. فاللقطة هذا معناه، لما يقول القرآن فالتقطه آل فرعون معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن آل فرعون كانوا قد تجمعوا على نهر النيل غير قاصدين أنه ينتظرون. هنا وردت أساطير كثيرة أنه آل فرعون كانوا طالعين ينتظرون، عندهم خبر أن هناك مثلا مولود سيلقى، من الكلام هذا المسرحيات هاي اللي ما أنزل الله بها من سلطان. لا، القرآن صريح يقول فالتقطه، فالتقطه يعني هم مو قاصدين، أجوا عليكم السلام ورحمة الله، أجوا على رسلهم واقفين عندهم غرض معين، متجمعين على النهر، وعن طريق الصدفة التقوا بماذا؟ التقوا بموسى سلام الله عليه وهو طفل صغير في تلك السلة في نهر النيل. هذا اللي نستفيده من الالتقاط، وأن آل فرعون واجهوه صدفة للمولود هذا الحديث عهد. فالتقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون أيضا لنستفيد من تعبير آل فرعون، أن من أخذ موسى أو الجماعة الذين كانوا هناك كانوا مجموعة كبيرة، يعني مو مجموعة صغيرة. على كل حال، فآل فرعون القرآن لما يعبر التقطه آل فرعون معناه أن هناك جماعة من آل فرعون كانوا، لاحظ المغزى في التعبير القرآني، الكلمات في القرآن الكريم كلها لها مداليل، نستطيع أن نصل إلى العمق، إلى عمق المدلول القرآني من خلال الكلمات التي يختارها القرآن الكريم. آل فرعون التقطه آل فرعون معناه هناك مجموعة كانوا من آل فرعون قد تجمعوا على نهر النيل، هؤلاء رأوا هذا الصبي، رأوا هذا الطفل وهو في هذا الصندوق تتقاذفه الأمواج، فجاءوا به إليهم وأخذوه، فالتقطه آل فرعون. هسه آل فرعون شعدهم متجمعين هنا، طبعا هم أساطير كثيرة. في الحقيقة القرآن ساكت عن هذا المعنى، وقلنا أن كل شيء يسكت عنه القرآن معناه لا أهمية لذكره في هذا الصدد، ولو كانت له أهمية لا أشار له القرآن. طيب، أجوا آل فرعون جابوا هذا الصبي، أخذوا هذا الصبي واختلفوا فيما بينهم، مجموعة منهم باعتبار كانت العادة كما ذكرنا البارحة أنه يقتلون الأطفال الحديثين عهد بالولادة، بعضهم قرروا قتل هذا الطفل. آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ما كان عندها ولد، فرغبت به، شافت هذا الطفل صغير بريء فرغبت أن تضمه إليها، وألحت على
وقالت امرأة القرآن الكريم يحكي لنا هذا المعنى أيضا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تقول للفرعون الزوجها، تقول له هذا احنا طفل ما عندنا ومولود ذكر ما عندنا، فهذا قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ما يشعرون بالغرض الإلهي الذي أعد له هذا شوف الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. هؤلاء الذين يتصورون أن لهم مع الله قرابة ويمكن أن يحقق لهم الله عز وجل ما يشاءون وما يريدون، هؤلاء خاطئون. الله سبحانه وتعالى حتى في الأغراض والأهداف التي هو يريدها يهيئ لها ماذا؟ يهيئ لها أسبابها. جاب آل فرعون خلاهم يتجمعون لغرض معين، يتجمعون على النهر، وإلا لو ما متجمعين على النهر كان ما وصل لهم موسى. أو جاب موسى خلاه محفوظ بسلة مثلا إلى أن يلقى مثلا يأخذوه يلتقطوه آل فرعون. الأسباب تتهيئ، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. الإنسان الذي يريد أن يحقق إنجاز في حياته لابد أن يهيئ الأسباب. نحن ندعو الله عز وجل كثيرا، ندعوه بالنجاح، ندعوه بالفرج، ندعوه بدعوات كثيرة ندعو الله عز وجل. أول ما نسأل أنفسنا أنه ما الذي حققناه وهيئناه حتى يكون سبب لاستجابة الدعاء، حتى يكون سببا تتحقق الأهداف والأغراض. لأنه تعلمون أن تحقيق أن تهيئة السبب وحده بدون توفيق الله عز وجل غير كافي. يعني قد يقول قائل الآن سيدنا أنا إذا هيئت الأسباب بعد شو أسوي بالدعاء؟ هي الأسباب وحدها راح تقودني إلى النتائج وأحصل على النتيجة. لا، هذا فهم خاطئ. لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتدخل في التوفيق وفي التسديد لا يمكن أن يصيب السبب الهدف. أنت شوف مثلا لنفترض إنسان مثلا يخطط لمشروع معين، مشروع اقتصادي معين، يخطط له ويضع له كافة الخطط الدقيقة والدراسات، لكن مو بالضرورة راح يطلع ناجح هذا المشروع، ولا إذا يطلع ناجح الناس كلها نجحت، مو بالضرورة يكون ناجح. هنا يتدخل التوفيق الإلهي، هنا تتدخل الإرادة الإلهية، هنا يكون أثر الدعاء في إصابة الأسباب الأهداف، في إصابة أسباب الأهداف. فالله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب لأن يكون موسى عليه السلام سبب لانهيار إمبراطورية فرعون. ففعلا انتصرت آسيا بالنتيجة وحفظ هذا الولد وأخذوه إلى قصر فرعون. طبعا أم موسى رضوان الله عليها بعد أم، والقضية مو سهلة، وصحيح أن الله أوعدها بأنه سيرجع لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، صحيح أوعدها الله عز وجل، لكن تبقى أم تحركها الرحمة بولدها، لا يمكن أن تبقى ساكنة لا تتحرك. هذه الأم التي يحكينا القرآن الكريم حالتها النفسية في تلك اللحظات وفي تلك الفترة إذ كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إذ كادت لتبدي مع خوفها عليه، مع حرصها عليه، ومع استجابتها لأمر الله عز وجل كادت لتبدي به، يعني كادت لتصرح نتيجة صراخها، نتيجة بكائها بصوت عالي، نتيجة لأي سبب كادت لتبدي به لشدة ارتباطها بولدها. هاي الرحمة التي يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسأل عن الرحمة الإلهية يقول إن الله أرحم عليكم من الأم بولدها.
حتى نعرف حجم رحمة الله. شوف هاي الأم التي ما كادت تستقر لأنه هي رمت بالنهر وطلبت من ابنتها أن تتقصى آثاره وتتبع أخباره. يقولهم الله سبحانه وتعالى أكثر عليكم رحمة. أول ما نستحضر رحمة الله عز وجل قبل أن نستحضر أي أمر آخر، رحمة الله كبيرة بالبشر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له أصحابه يا رسول الله لم لا تدعو على المشركين، ذولا أذونا وآذوك كثيرا، لم لا تدعو عليهم؟ قال لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، أنا مبعوث رحمة للناس. هذا النبي الكريم الذي يختطفه المتشددون والمتطرفون من كلا الفريقين عند المسلمين، يختطفه داعش ومن لف لف داعش من المتشددين السلفية الوهابيين، يختطفوه من جانب حينما يشوه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي صورة الرحمة، صورة اللطف، صورة الرأفة، صورة اللين، تختطف وتختطف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ورائها يختطف الإسلام عموما ومن متطرف الشيعة أيضا، من هذه القنوات السيئة، القنوات المقيتة، القنوات التي ما جلبت إلى الشيعة والتشيع إلا كل ضرر وكل سوء، القنوات التي ما تركت شيئا وما تركت مقدسا من مقدسات المسلمين سنة وشيعة إلا وأهانت. حتى الشيعة ظل مرجع من مراجع الشيعة ما شتم على هذه القنوات، ظل رمز من رموز الشيعة ما شتم على هذه القنوات، فضلا عن رموز المسلمين الآخرين. فاختطف رسول الله صلى الله عليه وآله، اختطفت هذه الرحمة المهدات، إنما أنا رحمة مهدات، يعبر صلوات الله وسلامه عليه. النبي الكريم الذي كان يحث المؤمنين، يحث المسلمين على أن يكون الجسر الذي يربطهم، يربط كل أحد بالآخر، هو الرحمة، بل أكثر من هذا، يجعل الرحمة ركنا من أركان الإيمان. إنكم لا تؤمنوا أو إنكم لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا له يا رسول الله كلنا رحيم، احنا عندنا رحمة، تشوفنا قاعدين يمك واحد يحب الثاني. قال لا، ليست الرحمة أن يرحم الرجل صاحبه، اللي تحبه وصاحبك هو الميل، النفس تميل إلى ذلك، الميل الطبيعي هو هذا، ليس حيث يرحم أحدكم صاحبه، إنما هي رحمة العامة، رحمة عامة الناس اللي تختلفون وياهم، أهل الديانات الأخرى، أهل العقائد الأخرى، أهل الأجناس الآخرين، القوميات الأخرى، الألوان الأخرى، هؤلاء ترحمونهم. ليكن رباطكم مع الآخرين الرحمة، الزوج مع زوجه يتعامل على أساس الرحمة، الزوجة مع زوجها تتعامل على أساس الرحمة مو على أساس الانتقام. يقولون هذا واحد قال للزوجة، قالها أنت تعرفين الصرف والنحو، تعرفين شيء من الصرف والنحو؟ قالت له إيه أعرف الصرف والنحو. قال شنو يعني الصرف والنحو؟ قالت له يعني صرف راتبك على النحو الذي أريده، هذا الصرف والنحو، أن تصرف راتبك على النحو الذي أريده. رحمة، لابد أن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. النبي صلى الله عليه وآله يقول العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، الإحسان التجاوز عن السيئات، التجاوز عن السلبيات، يعني استحضار الإيجابيات، أن يكون الرباط بين المؤمنين، سواء كان بين الزوج وزوجته، بين الآباء وأبنائهم، بين الإخوان، بين الأصدقاء،
أن يكون رباط العدل والإحسان. إن لم يكن هناك حق هناك إحسان حتى تعطيه صح، هناك إحسان هناك تجاوز عن السلبيات، تجاوز عن السيئات. أما أنه كل واحد بيسجل يومية يحصي على صاحبه، هذا إيش قال وإيش سوى وإيش عمل وكذا، وهي هم تسجل على زوجها وإيش سوى وكذا، لا مو حياتها. الرحمة جعل بينكم مودة ورحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، لا يحصل على رحمة الله من لا يرحم خلق الله. الرحمة الإلهية مشروطة برحمة الإنسان لأخيه الإنسان الآخر. فبما وبما رحمة من الله لنت لهم، يعني هاي الرحمة التي هي عندك التي ترحم بها الآخرين هي من الله عز وجل، لأنك ترحم الله أعطاك الرحمة. أما من لا يرحم لا يرحم. اللي ما عنده رحمة، اللي يسعى لعذاب الآخرين، يسعى لقهر الآخرين، إذا صارت له ولاية أو سلطة أو نفوذ على أحد يستذله، لا، ليبشر بارتفاع الرحمة الإلهية عنه، ترتفع عنه الرحمة الإلهية. البعض للأسف الشديد بمجرد، البعض من غير المؤمنين، احنا نتكلم عن غير المؤمنين طبعا، لكن حتى نذكر أنفسنا، البعض لما يشوف صارت له ولاية على زوجته مثلا ضعيفة، هنا لا أهل لا أن ولا ودان، ما عدا أحد، صار بناء شنو؟ صار بناء يستغلها، يظل يعذب بيها تعذيب آخر ما تريدها أطلق صراحة، علي من هالتعذيب هذا؟ ليش تعذبها يعني؟ ليش هذا التلذذ بالانتقام، التلذذ بالحقد، التلذذ بالعداوة؟ على العموم، فأم موسى من هذا المنطلق، من منطلق رحمتها برضيعها، أرسلت ابنتها قالت لها روح تقصي أخبار أخيك موسى. بس هنا بعض الروايات التي ربما يوثق بها إلى حد بعيد تذكر أن أخت موسى كانت تعمل في قصر فرعون، ولذلك الحوار الذي أجرته وتدخلها في قضية إرضاع موسى عليه السلام، هذا كله ينبئ عن أنها كانت حاضرة في المشهد، يعني قريبة لابد كانت في القصر، ولا مو كل واحد يقدر، فربما كانت عاملة وهو قريب إلى السياق، سياق السيرة المباركة. فمن بعد ساعة وإذا بالطفل يبكي يطلب الحليب، فقال لهم فرعون شوفوا له مرضعة، جابوا له مرضعة أبى أن يلتقم ثديها، جابوا له مرضعة ثانية أيضا، القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه، طبعا التحريم هذا تحريم مو تحريم تشريعي، تحريم تكويني، يعني حرمناه مو أنه حرام تشريعا، يعني الحرمة اللي هي من الأحكام الخمسة، لا، الحرمة التكوينية، يعني منعناه أن يقبل أي لبن آخر، حرمنا عليه المراضع من قبل. هسه بعض المفسرين يقولون حرمنا عليه المراضع باعتبار أن هذه المراضع اللي كانوا يجيبوا الهياء نساء عاصيات مثلا، وهذا نبي إذا شرب من هذا اللبن راح يتأثر وكذا. أعتقد القضية غير ذلك، القضية أن هناك وعد إلهي بإرجاع موسى إلى أمه، فلا بد أن يتحقق هذا الأمر الإلهي، حتى لو كنا صالحات أيضا راح يرفض، لأن القرآن صريح وحرمنا عليه المراضع، كل المراضع سواء كانت صالحة أو طالحة. إلى أن اقترحت عليهم أخته، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أنا راح أدليكم على أهل بيت، ذولا راح يتبنوا، وممكن أنه لما تعبوا من البحث استجابوا لأخته، وفعلا
راحت جابت أمها، وطبعا أظهرت أنها لا تعرفه يعني، وجابت أمها، فبمجرد أن أدنته إلى صدرها وإذا به يلتقم ثديها وتشع عيناه بالسرور والفرح. وأقر فرعون هذا المعنى أن تبقى أم موسى ترضع هذا الجنين، وتحقق أول وعد إلهي في قضية موسى صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال لها القرآن وخاطبها الله عز وجل: إنا رادوه إليك. ورجع موسى إلى حجر أمه وقرت به عينها وبقيت تتردد عليه. هسه هي تجي للقصر، هم يودوا لها للبيت. على كل حال هنا أيضا المفسرون لهم كلام كثير وجدل كثير لا داعي له. على العموم ظلت تتواصل ويا أمه إلى أن شب وإلى أن كبر. القرآن الكريم نرجع للآية المباركة: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. هاي اللام لام الغاية يسموها العلماء، علماء اللغة يقولون الغاية من ذلك، الغاية من اللقطة هاي لما التقطوا، الغاية شنو راح تكون؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. عدوا طبعا العداء مو هو الغاية، يعني مو الغاية هي العداوة. القرآن بالعكس، القرآن يحث على عدم العداء وعلى التنزه عن العداوة، ويدعو إلى المحبة بين الناس، إلى التواصل وإلى الرحمة بين الناس. العداوة التي تنطلق من بغض الإنسان للظالم تحديدا، الظالم، لأن هذه العداوة، عداوة موسى لفرعون، هي عداوة للظالم. هاي العداوة التي كان ينطلق منها موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع الظالمين، تنطلق من هذا المنطلق، ولا مو عداوة شخصية، مو عداوة بلا مسبب بلا مبرر، وإنما عداوة قائمة على تبرير منطقي، أن هذا ظالم، هذا دكتاتور، هذا متعسف، فالعداوة ستكون عداوة من هذا القبيل. ليكون لهم عدوا وحزنا. الحزن شنو؟ الحزن يعني الهم، مو الحزن، الحزن غير الحزن، الحزن يعني الهم والغم. لاحظ دقة تعبير القرآن الكريم: ليكون لهم عدوا وحزنا. ليش التأكيد والإشارة إلى الحزن بصورة خاصة، إلى الهم، حتى يقول هذا راح يصير لهم هم بالمستقبل؟ باعتبار أن الهم، الله لا يصيب إنسان بهم، الهم يشيل حركة الإنسان، يشيل تفكير الإنسان. الهم من أكثر المصائب التي يصاب بها الإنسان تأثيرا. الهم في الواقع نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يصيب الإنسان بهم، وأن يفرج همومنا بحق هذه الليالي الكريمة عند الله. الآن أكبر وأخطر أمراض البشرية هو الهم والقلق. أي مرض الآن يروح للطبيب يقول لك هذا من التوتر، من الهم، من القلق، ستريس، ما أدري كذا، أمراض ما يتوقعها الإنسان، يعني وجع مفاصل مثلا يقول لك هذا توتر، ما أدري شغلات ما تتوقعها مثلا، يعني ندري المعدة مثلا ربما تتأثر بصورة، لا أي شيء يقول لك هذا سبب الهم وسبب التوتر وسبب. لذلك ندعو الله عز وجل أن يخفف عنا همومنا. يجي واحد للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا أبا الحسن، أتيتك وليس لي إلى ما بي من هم من حيلة، أريد أتخلص من الهم، عندي هم ثقيل. فيسأل الإمام يقول له: راح أسألك سؤالين أريدك تجاوبني عليهم. قال: تفضل يا أبا الحسن. قال: السؤال الأول، حينما أتيت إلى الدنيا هل كانت معك هذه الهموم؟ أتيت بهذه الهموم؟ قال: لا، جيت بالدنيا ما عندي هذه الهموم. قال: زين، حينما سترحل عنها هل ستذهب معك هذه الهموم؟ قال: لا يا أبا الحسن. قال له: إذن أمر لم يأتي معك حينما أتيت إلى الدنيا، ولم يذهب معك
حينما تذهب إلى الآخرة لا يستحق إلا أن تصبر عليه وتهونه عليك. هون عليك لأن ما يستحق حقيقة. أولا شوف، هو الهموم اللي يحملها الإنسان إما أن تكون لأمر مضى وما مضى قد فات انتهى، وأما لأمر يأتي ولا يعرف الإنسان ما الذي سيحصل منه إلى بعد لحظات، إلى غد، إلى بعد أسبوع، إلى بعد شهر، هل هو باق على قيد الحياة، هل الأمور والظروف باقية على حالها أم ستتغير فجأة، ما حد يعرف. ما مضى فات، يقول الشاعر، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. الإنسان له الساعة اللي هو بيها الآن، خلي يعالج أموره باللحظة اللي هو بيها. أما بكرة يقولون هذا واحد ملك حكم على اثنين بالقتل بالإعدام، فواحد منهم وطاهم مهلة شهر من إلى تنفيذ الحكم، مهلة شهر، واحد من عندهم أخذ له زاوية من زوايا السجن وقعد كئيب حزين ينتظر يومه يعني. الثاني ذكي ظل يفكر أنه شلون أقدر أتخلص من القتل، عندي مجال شهر كون أفكر لي بحيلة، هسا إذا مو أخلص من القتل على الأقل أمدد المدة الآن يصير شيء. فبالليل وإذا به يصطاد فكرة، أجت فكرة بذهنه، صاح للحرس، أجوا الحرس قال لهم عندي أمر ضروري وخطر جدا. هو إيش فكر؟ فكر أنه الملك حتى أوصل له وأثر عليه لابد أثر عليه من أكثر الأشياء محبة إلى قلبه. طيب شنو أكثر شيء محبة إلى قلبه؟ شاف أنه عنده حصان، أجل الله السامعين، هذا الحصان محبوب كثيرا عند الملك، يوليه أهمية قصوى. فقال لهم عندي أمر خطير عند الملك لابد أن أصل إلى الملك. أخذوه للملك، ايش عندك؟ قال له أنا أقدر أخلي حصانك يطير، يطير. بس هذا الملك هم دول الملوك ترى تجيبهم الصدفة وحظ الناس العاثر يقعدهم على الكراسي، ولا واحدهم ترى عقل عصفور، الله وكيلك عقولهم يعني بنائك أنه يعني الموجودين عود أرقى من دولة، أرقى من هذا يعني أبدا مو أرقى. قال له أنا خلي حصانك يطير هذا. قال له تتحكي صدق؟ قال له طبعا بس تطيني مدة سنة. هسا هذا رأسا قام يتخيل قاعد على الحصان راكب عليه وهذا الحصان طاير ويفتار، وذاك الوقت خو ماكو طيارة وشي فبس هو طاير يعني قضية يعني مهمة بالنسبة له. قال له اعطيني سنة أنا خلي حصانك هذا يطير، أدربه خلي يطير. قال له خلاص أنت سنة سنة لك سنة. لما رجع هذا صاحبه قال له تعال تسويت أنت مصيبة هاي طبيت بيها، شلون راح تخلي الحصان يطير معقولة؟ قال له ولك تعال أنا أدري الحصان ما يطير، وأكو حصان يطير، أدري الحصان ما يطير، بس أنا طلبت من عنده سنة، هسه بهاي السنة لو أنا أموت وهاي موتي اللي الله يموتني بها ويروحني من الإعدام، لو الملك يموت وخلصانين من هالشدة هاي، لو الحصان يموت وبعد أحسن، لو صاير شيء يعني من هاي الأشياء لن طالعين يعني. فالغرض أن الهم اللي يحمله الإنسان ليه يخليه يستحكم عليه بحيث أنه يغير كل مجرى حياته، كل علاقته بالناس، علاقته بعائلته، علاقته على كل حال لابد أن يهونها عليه الإنسان. الأمور بيد الله عز وجل، يأكل الأمور إلى الله ويتعامل بالمعقول. فالغرض القرآن الكريم يقولهم هذا موسى سيكون سبب لعداوة فرعون كما سيكون سبب للهم والغم الذي سينال فرعون. طيب بعد ماذا قالت الآية؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين بأي شيء؟ خاطئين أولا بمعتقدهم، بإيمانهم، إيمان خاطئ،
وخاطئين باعتقادهم أنه بقوتهم المحدودة يستطيعون أن ماذا؟ أن يواجهوا قوة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد يقول له أنت فرعون اللي تدعي أنك إله، أنا راح أأدبك، راح أخلي هذا اللي ولدته من قومك، المولد اللي ولدته من قومك، والنجار اللي سوال الصندوق هو من قومك من الأقباط، ومن التقطه من النهر هم قومك أنتم آل فرعون، ومن أشرف عليه ووقف عليه واختاره هو أنت أو زوجتك، البيت الذي والبيئة التي سينشأ بها هو بيتك، البيئة الآمنة اللي راح ينشأ بها هو. أنا راح أتحداك، أنت تقول أنا عندي قوة، يعني تريد تتباهى بقوتك مع الله عز وجل؟ بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول له هذا النهر، نهر النيل اللي تعتبره هذا رمز لقوتك، لأنه حكام مصر القدامى والمعاصرين الآن يعتبرون النيل، المصريين عموما يعتبرون النيل هو مصدر حياتهم، يعني مصدر قوتهم، يقول له هذا اللي هو رمز قوتك أنا راح أحوله إلى سبب للقضاء عليك، ولذلك النعمة اللي ما تشكر تتحول إلى نقمة. أيها الأخوات أيها الإخوة، النعمة اللي ما يشكرها الإنسان، لما فرعون وآل فرعون ما شكروا النعمة، نعمة الله عز وجل التي وهبهم إياها اللي هي النهر، نهر النيل، حولها إلى ماذا؟ إلى نقمة، أنها حملت موسى إليهم وأخذوا موسى اللي راح يقضي عليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يهب الإنسان نعمة الصحة، نعمة الجمال، نعمة القوة البدنية، نعمة المال، نعمة الموقع الاجتماعي السياسي الديني، نعمة العلم، أي نعمة من النعم الله سبحانه وتعالى يهبها للإنسان لابد أن يشكرها، يشكرها بأن يستخدمها في مصالح عباد الله عز وجل، يستخدمها لابد أن يستخدمها في الخير، لا يكون يستخدمها بالشر، لا يكون يستخدمها في أذى الناس، في تناول أعراض الناس، في النيل من الآخرين، في أذى الآخرين، في تسقيط الآخرين، لا، لابد أن تستخدم فيما يرضي الله عز وجل، فيما فيه مصلحة لخلق الله عز وجل، كي لا تتحول إلى ماذا؟ كي لا تتحول إلى نقمة على الإنسان. فيقولهم أنتم خاطئين أنكم تتصورون أنكم قادرين على أو قادرون على تحدي قوة الله عز وجل، بعد أنتم خاطئين حينما أنتم خاطئون حينما تعتقدون أن هذا الحكم وهذا الملك تقيمونه بالظلم واضطهاد الناس وقهر الناس وعذابات الناس، أنتم أيضا خاطئين، هذا الملك لا يدوم، كل ملك يقوم على الظلم لا يدوم. يقولهم لا تظلموا الآخرين، لا تظلموا الناس، ترى المظلوم عند دعوة مستجابة، دعوة المظلوم لا ترد. بعض الناس يستغرب ليش الله سبحانه وتعالى هيك جاي يعذبني، ليش من ابتلاء لابتلاء، من أمور ما أدري مو مرتبة، أمور هاي نتائج، أنت تعال شوف الأسباب شنو، شوف وراها شنو، شوف شنو اللي وصل الأمور إلى هذا الحد. دعوة المظلوم لا ترد، لا تتعرضوا إلى دعوة مظلوم. هذا أحمد ابن أبي دؤاد كان قاضي القضاة في زمن الواثق العباسي، رجل كان ظالم قاتل، هو كان سبب قتل المحدث الكبير المعروف أحمد ابن نصر الخزاعي. هذا الرجل كثير من الناس أخرجهم من وظائفهم، كثير من الناس صادر أموالهم، كثير من الناس كان يعذبهم، هو سبب في عذابهم. بمجرد أن انتهت خلافة الواثق
أو أجد خلافة المتوكل العباسي. المتوكل ما كان يريده، عنده مشكلة وياه، فطلعه من منصب قاضي القضاة واعتقلوه. اعتقلوه فكانوا يعذبوه في السجن، صادروا أمواله، جابوا ابن محمد وصادروا أمواله وعذبوه أمام أبيه حتى مات. أبوه أصيب بالشلل وبقى 4 سنوات مشلول إلى أن مات. من يتعرض لدعاء مظلوم هذا خلي يأيس من رحمة الله عز وجل. يحيى ابن خالد البرمكي يقولون بالسجن لما اعتقلهم الرشيد هو والفضل ابنه في يوم من الأيام يتكلمون فيما بينهم، فيقول له الفضل، يقول له الأبو، يقول له أين كنا في الملك والوضع المرفه والآن أصبحنا بالقيود والسلاسل والزنازين، وين كنا وين صرنا؟ فيش يقول له أبوه؟ يقول له إنها دعوة تسللت في الليل، دعوة مظلوم، إنها دعوة مظلوم تسللت في الليل غفلنا عنها وحفظها الله عز وجل. هذا واحد من اللي ظلمناهم، لو أخذنا فليساته، لو عذبناه، لو شوهنا سمعته، لو امرأة اتهمناها بعرضها وبشرفها، لو واحد اتهمناه بكرامته وبسمعته، ولا هذه الدعوة. من سلط صوتا من الظلم على أحد اقتص منه الله يوم القيامة. وصوت الكلمة أقسى من أي صوت آخر. الكلمة التي تخرج من فم الإنسان الكلمة الجارحة، جروح السنان، يقول الشاعر جروح السنان لها التئام، ولا السنان يعني السيف، جروح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيان كلمة مؤلمة، كلمة موجعة، كلمة فيها بهتان، كلمة فيها تسقيط. لا، يقول النبي صلى الله عليه وآله اتقوها، هاي المظلوم هذا راح يدعو، ودعوة المظلوم ماذا؟ لا ترد. والمظلوم مو اللي احنا أو من نتكلم عليه، مو احنا اللي نشتهي نسوي مظلوم واللي ما نشتهي نسوي ظالم، لا، المظلوم والظالم عند الله عز وجل. يقول القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، وسبط بن الجوزي في كتابة تذكرة الخواص ينقلون هذا المعنى، يقولون كل من اشترك في قتل الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج من الدنيا، لأن الظالم يأخذ جزاءه ترى بالدنيا قبل الآخرة، لم يخرجوا من الدنيا حتى أصابهم ما أصابهم، إما أن قتلوا أو اسودت وجوههم في الدنيا، أو أصابهم العمى، أو أصابهم البرص، أو لابد أنه جرى عليه شيء، أو زال ملكهم سريعا، لابد أن يكون جرى عليه شيء في الدنيا، نال عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. كيف لا وهم تجاسروا على روح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلو علمت تلك السنابك كأهلها بأن الذي تحت السنابك، فلو علمت تلك الجيات كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت كما ثاروا عليها وتمردوا. هذا دم الحسين، روح الحسين، عظم رسول الله، روح رسول الله، دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أبقوه وحيدا فريدا، ما خلوا له حتى الشباب ذول الصغار اليافعين مثل القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى هذا ما وفروا للحسين روحي فداء. ضربه اللعين عمر ابن سعد الأزدي على رأسه فخر إلى الأرض صريعا، صاح عماه أدركني يا ابن رسول الله. جاءه الإمام الحسين، لك أن تتصور حالة الحسين وهو يأتي إلى غلام عمره 13 سنة ويفحص بيديه ورجليه، خضب الدم وجهه الشريف. جاء عنده الإمام الحسين روحي فداه، جلس عند رأسه، صاح بني قاسم بعدا لقوم قتلوك، ومن بالقيامة خصمهم فيه.
إليك جدك وأبوك. بني قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. والله يوم والله كثر واتره وقل ناصره. آه بك وناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزو ريدي. أنا لكم تخلوني وحدي، وعلى خيمي عم الخيال تفتر. اش قايلت من الطبر روحك يا جاسم، ما تراويني جروحك. لو ان بيد لو ان اقدر يا عم جنت نوحك، بقلب بقلب مثل الغضب بدمع محمر. يقول حميد بن مسلم: كنت انظر الى الحسين، وضع صدر الغلام على صدره، حمله عن الارض، جاء به الى المخيم، وضعه الى جوار علي الاكبر. لما رأته امه رملام صاحت: مبارك بين 70,000 جابوك بدال الشمع بالنشاب. زفاك وعن الحنة بدم الراس، حناك وعلى راسك يا يمه ملبس نبل ينثور. راح ايام الهنا جسام، راح وبعدك يا الولد ما شفت، راح راحت امك قلت حن فرح، راح وتالي حنتك جف المنيه، يا وتالي حنتك جف المنيه. هذه الام المفجوعه لها موقف آخر على ولدها، لكن وقفت على قبره لما رجعت في 20 من صفار. وقفت سألت الإمام زين العابدين: سيدي يا ابن الحسين، أين دفن ولدي القاسم؟ أدلها على مدفنه، جلست عنده، أخذت تندب ولدها، تقل يا ابني اردف قبر النمت بيه، النمت بيه وبيك اردك الف وبيك وصي، يا قبر جاسم عينك علي ما يحمل ابن وخاب تعبي، يا صرحة مالنا لوذ بجنبه عند الخطاب، فهد صار حفنا فإلى اللقاء يوم المعاد، ولا أرى أيام تسعد قبله بلقائي. يا الله. شيخنا تفضلون، تفضلوا شيخنا. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
ولا همًا إلا فرجته، ولا فاسدًا من أمورنا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها، ولا ديناً إلا قضيته يا الله. اللهم فرج عن أهلنا فرجاً عاجلاً قريباً كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى، لا تسلط عليهم من لا يهابك ولا يرحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق شبابنا وبناتنا للخير والعمل الصالح. من اجتمعنا لأجله هذه الليلة لتصادف الذكرى السنوية المرحوم الشاب المهذب محمد الياسري، محمد عزوز الياسري، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، والهم ذويه الصبر والسلوان يا الله. إلى روحه وأرواح أمواتنا جميعا ومن مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح علماء مراجعنا علمائنا شهدائنا، خصوصا إلى أرواح شهداء المقابر الجماعية، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقه الصلاة على محمد وآل محمد.